لا يوجد ما أقوله عن برشلونة، علي فقط قول الحقيقة، أنا حزين منهم. قضيت هناك 4 أعوام، كنت خلالها سعيدا للغاية. 4 أعوام جيدة ورحلت من النادي وأنا سعيد، لكن رأيي أن في النادي بعض الأشخاص الذين لا يستحقون التواجد في إدارة برشلونة. برشلونة يستحق أفضل منهم والجميع يعلم ذلك.